كما استعرض مدبولي طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتحديات الجديدة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية. أضاف مدبولي أن التحديات التي تواجهها الحكومة ترتبط أيضا بالصراعات التي يشهدها الإقليم والذي تقف مصر في قلبه. الصراعات التي يشهدها الإقليم والذي تقف مصر في قلبه، ولا يخفى علينا جميعا الصراعات والحروب التي تنشب هنا وهناك في كل الاتجاهات من حولنا، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورا بارزا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة. وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.